في هذا الملف كنا نرغب في حضور مي يمثل المديرية العامة للدرائب. تواصلنا مع المديرية، اعتذرت بحجة أن أجندة المديرية لا تسمح في الوقت الحالي. في انتظار ذلك ينضم إلينا من مراكش أمين رغيب، وهو مستشار في التكنولوجيات الحديثة. ينضم إلينا من مراكش أمين، أهلا بك. اهلا ومرحبا استاذه. مرحبا بك. مرحبا بك امين. اللي كيدخل خصو يخلص كما جاء في الروبورتاج. هل في اعتقادكم نسبه كبيره من المؤثرين، كاين تقديرات كتكلم على 100,000 درهم شهريا مدخول مداخل بعض المؤثرين؟ نحن هنا لا نعمم، لكن البعض كتوصل المداخل ديالو 100,000 درهم شهريا. هل اداء أو تفعيل القانون الجبائي يمكن أن يساهم في تحسين المحتوى؟ أولا بدء البدء، هذا الشيء ما بقاش فيه اللعب. طبيعة الحال المديرية الآن يعني صفطات بزاف ديال المؤثرين أنهم يعني يخلصوا الواجبات اللي عليهم، منهم أنايا. كاين بطبيعة الحال الناس اللي استجبوا، وكاين الناس اللي خذوا المسألة على محمل ليس على محمل الجد. ومن خلالكم كنحاول أنني نوصل واحد الرسالة أنهم خاصهم يتواصلوا مع المراكز مديريات الضرائب في المدينة ديالهم، وأنهم يسويو الوضعيه ديالهم، لانه كما قلت في البدايه هذا الشيء راه ما فيهش الضحك. وانا من الناس اللي توصلوا قبل شهور بهذا يعني طلب التسويه. رجوعا الى سؤالكم، شخصيا لا اعتقد، لانه مساله ان يعني نفرض الضريبه على صناع المحتوى، فبطبيعة الحال المحتوى الغير هاتف فهو الهدف ديالو هو تحصيل المال، ويقدر هذا السيد هذا يبقى غادي في نفس التوجه ديالو ويخلص الضرائب ديالو، ما عنده حتى شي مشكل، يعني أمين. يعني ويبقى غادي في هذاك المحتوى اللي هو غير جاد. نعم. أمين، تفعيل القانون الجبائي في حق هذه الفئة لأنهم عندهم مداخيل شهرية مهمة وبالتالي خصهم يؤديوا المستحقات للمديرية العامة للضرائب، في اعتقادك أمين أنه ما يمكنش يساهم في تحسين المحتوى؟ انطلاقا من تجربة ديالك أمين، كيف يمكن أن نراجع المحتوى الذي يبث اليوم على نسبة كبيرة من قنوات على اليوتيوب، وحتى المحتوى في غالب الأحيان كيكون محتوى لا يليق بمن يقدمه ولمن يقدمه؟ بطبيعة الحال الناس اللي كيقدموا واحد المحتوى اللي هو جيد والذين يعدون في المغرب على أطراف الأصابع، للأسف الشديد أنهم ما كيوصلوش لواحد المبالغ كبيرة. هاد الناس اللي كنهضروا عليهم غالبا ملي كنهضروا على أرقام كبيرة فهي كتجي من عند الناس اللي هما كينشروا واحد المحتوى اللي كيستغلوا فيه الفضول ديال الناس، أو لا يعني عدم الدراية ديالهم بعض الأمور. وعليه فالمسألة ديال تحسين جودة المحتوى اللي كيتنشر، فبطبيعة الحال خاص انه نقدروا ان نفرضوا قوانين، ولكن لا ما نقصوا حريه التعبير، لانه كما كنشوفوا وكما سبق لكم وطرحتوا في واحد الروبورتاج على قناتكم في نشره الاخبار، انه هاد الناس هادو تمادوا نوعا ما ولاو كيقيسوا الحياء العام، ولاو يعني سواء اما بصور اللي هي خليعه، مظاهر اجتماعيه غريبه على المجتمع المغربي المحافظ وعليه. فهاد الناس خاص تطبق فيهم قوانين وتفعل فيهم مساطر قضائيه باش هكا نقدروا اننا ماشي غير نحميو الشباب المغربي او لا نحميو المجتمع المغربي، ولكن كذلك باش اننا نحميو صوره المغرب امام الاجنبي، لانه أمين وقفتي عند واحد نقطه مهمه جدا، قلتي انه هاد الناس بهذا المحتوى التافه والمحتوى الرديء انهم يبحثون عن الربح المادي السريع. انت امين بالتجربه ديالك، محتوى هادف، واش كتوصل لهاد المداخل اللي كنتكلموا عليها اليوم؟ وهذا الشيء اللي خاصنا نوجهوا الراي العام ليه، ان المحتوى الهادف للاسف ما كيلقاش
واحد الدعم كبير من طرف المشاهد المغربي او المتصفح المغربي، واللي كيخليه كذلك يعني كيتقاتل نوعا ما باش انه يعيش اولا من ذاك المجال اللي هو متخصص فيه او اللي كيقدم فيه واحد المحتوى، تيحاول انه جاهدا انه ينفيستي شويه من ذوك الفلوس اللي كيدخلوا ليه في ماتيريال في استوديو، ويحاول انه يعطي واحد الصوره جميله لهذاك المحتوى ديالو. وبطبيعه الحال هنا اشكال، لانه بطبيعه الحال هذه المداخيل اللي كيدخل هذا اليوتيوبر او هذا صانع المحتوى، فكنلقاو واحد المشكل، واش حنا غادي نصنفوها كارباح صافيه او لا غادي نصنفوه كرقم معاملاتي باش نفرضوا عليه الضريبه. ولكن واحد الشخص اللي كيقدم واحد المحتوى غير جاد، محتوى تافه، فهو ما محتاج انه ينفيستي بزاف في الماتيريال، ما محتاج انه يعني يحتاج واحد المجموعه من الاشياء باش يقدم هذا المحتوى. الان كنشوفوا بزاف منهم كيشعل الكاميرا وكيبقى غير حاليا اللي ولا عنده هاتف نقال كيسمح لنفسه للاسف الشديد، صحيح، او لا كيتلفظ بواحد اللغه اللي هي داخله على المجتمع ديالنا واللي كيسبب لنا بكل صراحه، شكرا لك امين، كيسبب لنا واحد الاحراج كبير جدا مع الاخرين. شكرا جزيلا. وانا كنستمع لك، انت تمثل امين الوجه المشرق في صناعه المحتوى. تبارك الله عليك جزيلا. امين رغيب، مستشار في التكنولوجيات الحديثة، شكرا لك.